إذن باعتبار صارت الساعة 7، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا، وأهلا وسهلا بالدكتور محمد حمودة. الدكتور محمد مدير مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري. دكتور محمد دكتوراه في التمويل والاستثمار من جامعة القاهرة، ومحاضر ائتمان بالبنك الأهلي. الدكتور محمد دكتور تمويل بالأكاديمية العربية وجامعة الجميع الذكية. الدكتور محمد موجود معنا اليوم ليقدم ندوة بعنوان التحديات التي تقابل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأزمة العالمية. بنرحب باسمي وباسمكم جميعا بالدكتور محمد. أهلا وسهلا دكتور، اتفضل، نحن معك وعم نسمعك. اهلا بيك يا باشمهندس، متشكر جدا للانترودكشن اللي حضرتك عملتها، وانا بتشرف بالندوه ودعوه الندوه اللي قدمتها لي جامعه الجميع الذكيه، وده عهدنا بالجامعه بان هي بتدينا فرصه ان احنا نلتقي مع طلبتنا الاعزاء، سواء لقاء مباشر في التدريس او لقاء مباشر في الانشطه الطلابيه او لقاء مباشر في الندوات اللي بتقوم الجامعه بعقدها. وفي الحقيقه الندوات ده اداه مهمه جدا للتواصل، عشان بنقدر نناقش فيها المستجدات والابديت اللي حصل واللي بيتم على بيئة العمل اللي احنا بنشتغل فيها. والجامعة ما بين الندوات وما بين التدريس وما بين المحاضرات بيخلي كلنا عندنا فهم اوضح للي احنا بندرسه، بيخلي كلنا عندنا قدرة ان احنا نقدر نعمل برين ستورمينج، بنقدر نناقش الابديت مع الثيوريتيكال فريم ورك، فده بيدينا فرصة اعمق واوضح للتفاعل. في الحقيقة احنا النهاردة واحنا بنتكلم على موضوع تأثير الأزمة العالمية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو موضوعين مهمين جدا 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 جدا، موضوعين مترابطين جدا جدا جدا، موضوعين في بينهم صلة وتواصل واضح، لان احنا كان عندنا الأزمة العالمية ابتدت مع الكوفيد 19 ومع انتشار الوباء وتأثير انتشار الكوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، والكل كان بيسأل متى تنتهي أزمة الكوفيد 19 ومتى تنتهي أزمة تأثير الكوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، وكلنا كنا في حالة انتظار للوصول إلى الفاكسين وقدرة المنظمة الصحة العالمية على إيجاد علاج للكوفيد 19. وما لبث أن قاربت أزمة الكوفيد 19 على الانتهاء، ودخل العالم في أزمة عالمية أخرى تمثلت في الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي أصبحت كل الاقتصاديات العالمية والدولية متأثرة بأزمتين متداخلين مع بعض، أولا أزمة كوفيد 19، ثانيا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. كوفيد 19 كان تأثير مباشر على سلاسل الإمداد العالمية أو الانترناشنال سبلاي تشين. كل معالجة الكوفيد 19 في الأول كانت معتمدة على سياسات الإغلاق وسياسات فترات الحظر، اللي كلنا بمختلف أماكننا سواء في الدول العربية أو على المستوى الدولي، أيا ما كان كل واحد فينا مكانه فين، شاف يعني إيه إغلاق، شاف يعني إيه اليوم بيبتدي بساعة معينة وبينتهي بساعة معينة، وبالتالي كان أكتر شيء متأثر في الاقتصاد بالكوفيد 19 هو الإغلاق. الإغلاق أدى إن كل مصنع وكل شركة فقدت رؤيتها، هو أنا الإنتاج بتاعي خلال العام ده هيبقى قد إيه،
والإنتاج بتاع العام القادم قد إيه، والإنتاج بتاع العام الذي يليه قد إيه. فخطط الإنتاج تأثرت ما بين تخفيض للإنتاج ثم معاودة لزيادة الإنتاج، وبالتالي كان ليها تأثير مباشر على سلاسل الإمداد العالمية. ولكن تأثير أزمة الكوفيد 19 كان بشكل ما أو بآخر ليه تأثير متنوع على اقتصاديات الدول، بمعنى أن في دول اتبعت سياسة الإغلاق بشكل كامل فتأثرت بشكل أكبر وظهرت عندها مشكلة supply chain management بشكل أكبر. في دول اتبعت سياسة الإغلاق الجزئي وبالتالي ظهر عندها تأثير المشكلة بشكل جزئي، وفي دول تتبعت سياسة متنوعة ما بين إغلاق كامل لفترة قصيرة ثم إغلاق جزئي ثم معاودة لتشغيل الاقتصاد بكافة الأنشطة الخاصة به. وبالتالي لو حضراتكم شفتم تأثير الكوفيد 19 على اقتصاديات الدول هتلاقيه متباين جدا. يعني في بعض الدول معدل النمو السنوي في الناتج المحلي حصل فيه ثبات، في بعض الدول معدل النمو السنوي في الناتج المحلي حصل فيه انخفاض، وفي بعض الدول معدل النمو السنوي في الناتج المحلي حصل فيه انكماش، وفي بعض الدول حصل فيه نمو بالسالب. طب ليه تأثير الكوفيد 19 كان مختلف على اقتصاديات الدول ديت؟ لأن كل دولة كانت ليها سياسة مختلفة في التعامل مع الكوفيد 19، وبالتالي كان في تنوع في تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاديات. وما لبسنا إن إحنا قاربنا على الانتهاء من الكوفيد 19 كرايزيس إفكت على الاقتصاد بتأثيراته المختلفة على اقتصاد كل دولة. وإذا قلنا إن أنا بقيس تأثير الأزمة على الاقتصاد بمؤشر مهم جدا ألا وهو معدل النمو السنوي للجي دي بي لإجمالي الناتج المحلي، فالإس إم إيز أو المشروعات الصغيرة المتوسطة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، بل هو محرك رئيسي للاقتصاد، بل هو مكون رئيسي من معدل النمو السنوي. فبتأثر اقتصاديات الدول بكوفيد 19 كرايزيس حصل تأثر أيضا للإس إم إيز في النمو، فبعض الدول الإس إم إيز تأثرت بشكل كبير واللي كانت عاملة إغلاق كلي، بعض الدول الاس ام ايز تأثرت بشكل متوسط اللي كانت عاملة سياسة متنوعة ما بين الإغلاق والفتح، وبعض الدول لم يتأثر الاس ام ايز فيها سلبا بل بالعكس شهد حركة أو شهد طفرة في زيادة النمو الخاص بالاس ام ايز. ولكن قبل ما نقيس وقبل ما نشوف وقبل ما نستعرض تأثير الأزمة على الاس ام ايز لازم نستعرض الأزمة الإضافية اللي أثرت على الاقتصاد وهي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. هل تأثير الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية يشابه أو مماثل لتأثير الكوفيد 19؟ في الحقيقة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية أكبر وأضخم وأكثر تأثيراً، لأن هو لم يرتبط بسلاسل الإمداد العالمية ولكن هو ارتبط بأن العالم دخل في مستوى من التحزب الاقتصادي، بمعنى أن الدول التي تتفق على موقف واحد في الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت بتأخذ موقف اقتصادي واحد، والدول التي تختلف على التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت بتأخذ موقف اقتصادي واحد. فلو شفنا من فوق هنلاقي أن روسيا والصين والهند تكاد تكون تأخذ موقف اقتصادي واحد وموقف سياسي واحد تجاه الحرب، ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأستراليا وكندا وبقية الدول تكاد تأخذ موقف اقتصادي واحد وموقف سياسي ضد الحرب الروسية الأوكرانية. فانقسم العالم إلى مجموعتين سياسيتين،
مجموعة تؤيد اتجاه روسيا في الحرب ومجموعة ترفض اتجاه روسيا في الحرب. فالمجموعة التي تؤيد اتجاه روسيا في الحرب أصبحت مجموعة متفقة سياسيا ومتفقة اقتصاديا، والمجموعة التي ترفض اتجاه روسيا في الحرب أصبحت مجموعة متفقة سياسيا على رفض الحرب ومتفقة اقتصاديا على التعامل مع روسيا. وبالتالي انقسم العالم إلى مجموعتين اقتصاديتين، كل مجموعة من هذه الاقتصاديات تتعامل معا بشكل مغلق. يعني زي ما حضرتكم متابعين، ابتدت روسيا تأخذ قرارات خاصة بالتعامل بالعملة الروسية، ابتدت روسيا تأخذ قرارات بمنع تصدير المنتجات والغذائية الرئيسية، ابتدت روسيا تحد من صادرات الطاقة الخاصة بها. إذن كل هذه القرارات السياسية كان لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول ديت، وبالتالي كان تأثيرها على الاقتصاد بشكل أكبر ويتخطى تأثير أزمة الكوفيد 19 بمراحل متعددة، لأن زي ما بنقول العالم انقسم إلى فريقين، فريق سياسي اقتصادي يؤيد روسيا وبالتالي هو متفق اقتصاديا، وفريق سياسي يعارض الاتجاه الروسي وبالتالي هو متفق أيضا اقتصاديا. طيب عشان نقدر نشوف تأثير هذه الأزمة سواء الكوفيد 19 أو الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية على المشروعات الصغيرة المتوسطة، يجب أن إحنا في الأول هنغطي النهاردة مع بعض أربع محاور رئيسية. أولا هنعيد الاتفاق على ما هي الـ SMEs، ما هي الـ Small and Medium Enterprises، وتعريف الـ SMEs ومعايير احتساب الـ SMEs. ثم ننتقل للمحور الثاني في الندوة الخاصة بنا، وهي أهمية الـ SMEs وهل تأثر الـ SMEs بالأزمة الكوفيد 19 وأزمة الأزمة الروسية الأوكرانية له تأثير على الاقتصاد ولا لا. ثم لماذا المحور الثالث، لماذا تتأثر الـ SMEs بدرجة أكبر من باقي الأنشطة والشركات الموجودة داخل الاقتصاد. ثم بعض الريكومنديشن التي تم إصدارها لتقليل تأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأزمة الاقتصادية. خلينا نشوف مع بعض إن ما هي الـ SMEs، ما هو تعريف الـ SMEs، ما هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. التعريف الأوروبي الموحد هو أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المشروعات التي يعمل بها 250 فرد فأقل، أو هي المشروعات التي لا يتخطى إجمالي إيراداتها السنوية عن 50 مليون يورو، أو إن هي المشروعات التي لا يتخطى إجمالي أصولها عن 43 مليون يورو. إذن إحنا وحضراتكم حينما نقوم بحصر المنشآت الاقتصادية والشركات التي تعمل داخل الاقتصاد، هنقدر إن إحنا نقسمها لنوعين: corporate شركات و SMEs مشروعات صغيرة متوسطة. المعيار اللي بيفصل الـ SMEs عن الكوربريت، المعيار الذي يفصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الشركات، هو ثلاث معايير: عدد العمالة، 250 عامل فأقل فهو SMEs، إيرادات سنوية 50 مليون يورو فأقل فهو SMEs، استثمارات أو إجمالي أصول 43 مليون يورو فأقل فهو SMEs. طيب ده المعيار الأوروبي المتفق عليه. كل واحد من حضراتكم وفقا ومكانه أو وفقا والاقتصاد أو وفقا والدولة اللي بيعيش فيها، لو عمل بحث النهاردة وشاف إيه هو معيار SMEs هيلاقيه مختلف. ليه؟ لأن كل دولة بتضع مجموعة من المعايير اللي بتصنف بيها الـ SMEs.
على سبيل المثال إذا شفنا تعريف الاسم إيز في جمهورية مصر العربية هنلاقيه أنه هو اللي بيعمل في المشروع 50 فرد فأقل، والمشروع الذي لا يتخطى إجمالي إيراداته السنوية عن 200 مليون جنيه. إذن التعريف في الاقتصاد المصري مختلف عن التعريف الأوروبي الموحد، ولو حضراتكم شفتوا التعريف في الاقتصاد السعودي هتلاقيه مختلف، وفي الاقتصاد الإماراتي هتلاقيه مختلف. فاختلاف معايير اللي بيتم استخدامها لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيختلف من اقتصاد للتاني، وفقا وحجم الاقتصاد، وفقا وحداثة هذا الاقتصاد، وفقا وطبيعة تشكيل هذا الاقتصاد. ولكن يعنيني ان كل اقتصاد وكل دولة عندها المقدرة على الفصل ما بين الاسم ايز والكوربريت، الفصل ما بين الشركات الكبرى والفصل ما بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طيب احنا دلوقتي حددنا الاسم ايز، قلنا ايه هو معيار الاسم ايز، طب ايه هي الصفات المشتركة للاسم ايز؟ الصفات المشتركة للاسم ايز ان هي بتكون موجودة باعداد كبيرة جدا 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 جدا، وليها سيمترية متشابهة جدا جدا جدا، وفي عدة قطاعات قد تكون موجودة في القطاع الخدمي. المحل اللي تحت حضرتك اللي بيعمل اللاندري هو اسم ايز في القطاع الخدمي، الكوافير اللي موجود في الشارع اللي في حضرتك هو اسم ايز في القطاع الخدمي، المغسلة بتاعت السيارات اللي موجودة في الشارع بتاع حضرتك هو اسم ايز في القطاع الخدمي، قد يكون اسم ايز في القطاع التجاري التريد، السوبر ماركت اللي تحت حضرتك هو اسم ايز في القطاع التجاري، المصنع بتاع البلاستيك الصغير اللي موجود في المدينة الصناعية اللي جنب حضرتك هو اسم ايز في القطاع الصناعي. إذن الاسم ايز هي تتسم بأعداد كبيرة جدا جدا جدا، وهذه الأعداد لها طبيعة هوموجينيوس متناسقة ومتشابهة، وموجودة في عدة قطاعات، قد تكون موجودة في القطاع الخدمي، وقد تكون موجودة في القطاع التجاري، وقد تكون موجودة في القطاع الصناعي. التنوع بتاع الاسم ايز من أهم صفاته، لأن أنت ممكن تلاقي أن الست أو الراجل اللي قاعد في البيت اللي بيعمل منتجات يدوية وبيجمعها ويعرضها على صفحة على الانترنت، ده اسم ايز. اللي بيعمل بيج على النت بتقدم خدمات سوفت وير، ده اسم ايز. فالاسم ايز على قد ما هي متنوعة، على قد ما هي موجودة في كل القطاعات، وهي بتعتبر الحضانة أو المكان اللي بيتولد في المشروعات الجديدة، هي كل الناس المحيطة حواليك من أول سوبر ماركت للمغسلة للكوافير للمطعم الصغير اللي انت بتاكل فيه للراجل أو الست أو الشاب أو الشابة اللي بيجمع حاجات صغيرة في البيت وبيبيعها. فكل دي أمثلة للاسم إيز، المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طيب إذا كانت هي كل دي أمثلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي بتمثل أيضاً المكان اللي بيتم فيه ابتكار الأفكار الجديدة، المكان اللي بيتم فيه تحديث الأفكار الجديدة، المكان اللي بيبقى المنطقة الرمادية ما بين الانفورمال سيكتور والفورمال سيكتور. الانفورمال سيكتور هو القطاع الغير رسمي، والفورمال سيكتور هو القطاع الرسمي. الانفورمال سيكتور اللي هو القطاع اللي فيه كل المشروعات اللي شغالة بس معهاش ورق زي البطاقة الضريبية والترخيص. الفورمال سيكتور هي كل المشروعات اللي شغالة واللي معاها ورق زي السجل التجاري والبطاقة الضريبية. فأيضا كل المشروعات اللي موجودة في الانفورمال سيكتور هي مشروعات داخل فئة
السمول اند ميديوم انتربرايزز، بس لو معاها ورق تبقى فورمال سيكتور، لو مش معاها ورق تبقى انفورمال سيكتور. طيب خلينا نشوف هل الاس ام ايز مهمه. يعني احنا دلوقتي قلنا ان الاس ام ايز هي السوبر ماركت والمغسله والكوافير والمطعم والكافيه اللي انا باكل فيه. طيب هل السوبر ماركت الصغير ده، هل الكافيه الصغير ده، هل المطعم الصغير ده مهم للاقتصاد؟ هو ده يا جماعة اللي بيحرك الاقتصاد. في الحقيقة الاس ام ايز دي في غاية 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 الأهمية، لأن هي بيطلق عليها محرك النمو الخاص بالاقتصاد، لأن هي اللي بتواجدها بتعمل حالة من حالات الافيشن ماركت والماركت التنافسي، لأن هي اللي بتحارب بشكل رئيسي البافرتي الفقر، لأن هي اللي ليها دور مهم جدا 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 في الدول النامية، إن هي تقدر تعالج معدلات الفقر وتعلي معدلات النمو وتعلي معدلات التوظيف. وبالتالي الاس ام ايز هي فيها كل هذه الصفات، هي محرك للاقتصاد، هي بتحافظ على التنافسية، هي بتحارب الفقر، هي أداة مهمة جدا 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 في الدول النامية. خلينا أسألك سؤال، لو فتح تحتيك في الشارع ثلاث مطاعم والثلاث مطاعم دولت كلهم اس ام ايز، في مطعم بيقدم اكل حلو والناس زحمة عليه، وفي مطعم بيقدم اكل نص نص، وفي مطعم بيقدم اكل وحش والناس اللي بتجربه ما بترجعلوش تاني، طب بعد سنة، بعد سنة مين المطعم اللي هيفضل شغال؟ المطعم اللي بيقدم اكل حلو. وبعد سنة مين المطعم اللي هيقفل؟ المطعم اللي بيقدم اكل سيء. وبعد سنة مين المطعم اللي هيغير الستاف بتاعه ويجيب ستاف احسن؟ المطعم اللي كان شغال نص نص. يبقى ده بيحسن من الافيشنسي بتاعه الاقتصاد. ليه؟ لان المطعم اللي بيقدم اد فاليو حقيقيه للاقتصاد، بيقدم اكل حلو وبسعر حلو وبكواليتي كويسة، هو اللي هيكمل. والمطعم اللي بيقدم أكل سيء أو بكواليتي سيئة أو بسعر مرتفع، هو اللي هيقفل ويسيب الاقتصاد. يبقى الاس ام ايز حافظت لي على الافيشنسي والكمبيتيتفنس بتاعة الاقتصاد بتاعي. ليه؟ لأن هي بتخلي المشروعات الناجحة هي اللي تفضل، والمشروعات الفاشلة هي اللي تقفل. طيب هو الاس ام ايز مهم؟ ما زلنا بنجاوب على هذا السؤال. تعال بقى ما اقول لك هو الاس ام ايز مهم ولا مش مهم. دي مجموعه من الاحصائيات اللي معموله على المستوى الدولي على كافه الدول اللي موجوده في العالم، واللي بتقول لنا هو الاس ام ايز ده يا جماعه مهم ولا لا. اول معلومه ان 99% من عدد الشركات اللي موجودة والمنظمات والانتربرايزز اللي موجودة في العالم هي اس ام ايز. تخيلوا يا جماعة 99% من عدد الانتربرايزز اللي موجود في العالم هو اس ام ايز. وعلى فكرة ده مش حاجة مفاجأة، او مش حاجة انا اما اشوفها اتفاجئت، لان انت تقدر توصل للكونكلوجن ده بنفسك. انت تحتيك اربع كافيهات وثلاث مطاعم وثلاثه لندري واثنين كوافير وخمسه سوبر ماركت. شوف العدد اللي انا قلته ده، ده مثلا 40 اس ام ايز، وممكن يكون موجود في المدينه اللي انت موجود فيها بس كوربريت واحده، شركه واحده مثلا زي ارامكو. انا مثلا موجود في مصر مثلا في الشيخ زايد. الشيخ زايد ديت فيها مجموعة متنوعة من الكافيهات والمطاعم ومحلات الملابس واللاندري والكوافير، ويعني ما لا يقل مثلا عن 1000 مشروع مختلف، وفيها شركتين كبار بس اللي هم المقر بتاع شركة جهينة والمقر بتاع شركة إعمار. إذن في كل مدينة هتلاقي من 3-4 شركات كبار اللي هم الكوربريت، وهتلاقي 1000 اس ام ايز.
فدي حقيقة فعلا إن الـ SMEs بيشكل 99% من عدد الشركات اللي موجودة في العالم. طيب الـ SMEs بيمثل من 55 لـ 95 من توتال جي دي بي بتاع كل دولة. يعني الرينج بتاع مساهمة الـ SMEs في الجي دي بي إجمالي الناتج القومي للدولة ديت لمستوى الدول كلها بيتراوح ما بين 55 لـ 95. يعني احنا ممكن نلاقي دولة الـ SMEs بيشكل 55% من الجي دي بي بتاعها، ممكن نلاقي دولة الـ SMEs بيشكل 80% من الجي دي بي بتاعها، ممكن نلاقي دولة الـ SMEs بيشكل 95% من إجمالي الجي دي بي بتاعها. إذن الـ SMEs دي مهمة جدا، لأن هي اللي بتشكل لي نص الاقتصاد، هي اللي بتشكل لي 3/4 الاقتصاد، هي اللي بتشكل لي 95% من الاقتصاد. فلو الـ SMEs اتأثرت الاقتصاد هيتأثر، لو الـ SMEs بيحصل فيها نمو الاقتصاد هيحصل فيه نمو، لو الـ SMEs عندها مشاكل في الحصول على تمويل الاقتصاد كله هيبقى عنده مشاكل في الحصول على التمويل. من الصفات المهمة جدا 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 الـ SMEs هي قدرتها على توظيف العمالة. بص حضرتك المطعم اللي تحتيك فيه عمالة قد ايه؟ في اللي بيقدم لك الطلبات 2-3، في الكاشير 1، في 3-4 في المطبخ، في مدير المطعم، وكل دولت في شيفت بالصبح وشيفت آخر النهار. يعني بتتكلم ان المطعم الواحد ممكن يشغل 10 أفراد. طيب لو انت على مدينة صغيرة عندك 1000 مشروع، يعني المشروع بيشغل 10 أفراد وعندك 1000، يبقى انت المدينة دي بس شغلت 10,000 واحد، في حين ان المدينة دي فيها مقر لاتنين كوربريت زي ما خدنا المثال مثلا جهينة مثلا وإعمار، هتلاقي في المصنع ده 3,000 عامل وفي المصنع ده 1,000 عامل. ايه ده؟ يعني الـ SMEs اللي موجودة في المدينة دي بس شغلت 10,000 واحد، في حين ان المدينة دي فيها 2 كوربريت بس شغلوا من 2,000 لـ 3,000 واحد. اذن الـ SMEs عشان كتير جدا ومتنوعة جدا جدا جدا، فعندها مقدرة مميزة جدا 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 في ان هي تشغل العمالة بشكل مظبوط. وطبعا اذا قلنا ان الـ SMEs شغلت العمالة بشكل مظبوط، فطبعا ده معناها ان انا عندي low unemployment rate، معدل البطالة بيقل، واذا قللت الـ unemployment rate فانا كده قللت الـ poverty، قللت الفقر. واذا في اي اقتصاد او اي مجتمع قدرت ان انا اقلل البافرتي معدلات الفقر وازود الامبلويمنت ريت واعمل جي دي بي جروس، طبيعي ان هذا المجتمع هيشهد حالة من الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ليه؟ لان كل الوافدين لسوق العمل الجدد كل سنة بيلاقوا فرص عمل، كل الوافدين بعد 3 سنين بيلاقي نفسه بقى عنده دخل وقادر ان هو يفتح مشروع وقادر ان هو يتجوز ويستقر ويرتبط. فالفرد او العنصر البشري ده حقق مجموعة نقاط مميزة بطريقها حصل له حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي. اذن نجاح اي دولة في ان هي تدير الـ SMEs بشكل مظبوط لعدة عوامل ايجابية جدا جدا جدا. اولا بتعلي الجي دي بي جروس، ثانيا بتزود الامبلويمنت ريت، بتقلل الانامبلويمنت ريت، بتقلل البافرتي، بتزود الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل هذه الدوله. الـ SMEs تاني هي محرك الرئيسي لنمو اي دوله، هي القادره على توليد فرص عمل جديده، هي القادره على خلق المنتجات الجديدة والأفكار التكنولوجية الجديدة. الفيسبوك ابتدى SMEs، أبل ابتدت SMEs، مايكروسوفت ابتدت SMEs. خلي بالك الفيسبوك ما كانش مشروع عملاق كوربريت الدولة هي اللي أنشأته في أمريكا، ده شخص جيف باله فكرة الفيسبوك
وابتدى بيه اسم إيز، وبعد كده كبر وبقى الكيان العملاق اللي احنا شايفينه. مايكروسوفت هي ما كانتش مشروع عملاق اللي عملها الدولة بالمليارات، لا ده كان بيل جيتس شخص صغير جه في باله ان يعمل مشروع، وهذا المشروع كبر واصبح من اكبر الشركات على مستوى العالم. كوكاكولا ابتدت اسم إيز، كنتاكي ابتدى اسم إيز، أبل ابتدت اسم إيز، كل الشركات العملاقة اللي احنا شايفينها قدامنا النهاردة هي ابتدت اسم إيز. فبالتالي الاسم إيز هي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد. طبعا زي ما قلنا وزي ما أكدنا ان الاسم إيز بتقلل مستويات الفقر. اذا انا قدرت ان انا اوصل لجي دي بي جروس عالي، اذا قدرت ان انا اوظف العماله اول باول، اذا قدرت ان انا اخلق فرص عمل، فبالتالي معدلات الفقر عندي هتقل. لو كل سنه دخل سوق العمل بتاعي 100,000 واحد جاهز للعمل، والاس ام ايز قدرت تمتص منهم 80,000 واحد او 90,000 واحد، اذا هيبقى لي 10,000 بس هم اللي ما اشتغلوش، وهم دولت اللي بيتقال عليهم unemployment rate أو معدلات البطالة. فنجاح الدولة في إدارة الاسم إيز بشكل مظبوط ليه تأثير مباشر على أنه هو بيقلل البافرتي، بيقلل مستويات الفقر. طيب كده احنا اقتنعنا بأن الاسم إيز مهمة، لأن هي اللي بتشكل من 55-95% من نمو أي اقتصاد، لأن هي اللي بتشغل الناس، لأن هي اللي بتولد أفكار جديدة، لأن هي اللي بتشغل بتقلل الفقر. طيب لماذا الاسم إيز تتأثر بشدة في الأزمات الاقتصادية؟ يعني لو أنا عندي كوربريت وعندي اسم إيز وحصل أزمة زي اللي احنا قلنا عليها في الاول، سواء أزمة الكوفيد 19 او أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لو جيت اقيس درجة تأثر الاسم إيز ودرجة تأثر الكوربريت بالأزمة الاقتصادية، هنلاقي ان الاسم إيز هي الاكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية وليست الشركات. يعني بالمثال البسيط، لو انت عندك طفل عنده 10 سنين، وعندك شاب عنده 20 سنة، وعندك رجل عنده 30 سنة، وعندك إصابة مرضية، هتلاقي ان الطفل هو الأكثر تأثرا بالمرض. الشاب هتلاقيه درجة تأثره أقل، الرجل البالغ من العمر 30 سنة هتلاقيه أقلهم تأثراً بالمرض. طب ليه؟ لأن الجهاز المناعي للطفل ما زال لسه بيتشكل، فمش قادر يتغلب على المرض، والجهاز المناعي للشاب وصل لدرجة معينة من الكفاءة، والجهاز المناعي للرجل أصبح في أعلى درجات كفاءته. فبنفس المثال هو تأثر الاسم إيز بالأزمات. الشركة الصغيرة هي ما زالت صغيرة، ما زال خبرتها في المشاكل الاقتصادية قليلة، ما زال قدرتها على مواجهة التأثيرات السلبية للمشاكل الاقتصادية أقل، فالاسم إيز تتأثر بدرجة أكبر بالأزمات الاقتصادية. أولاً الاسم إيز هو صغير، فما يتعرض لأزمة هيصغر يروح فين؟ هو أصلاً صغير، غير الشركات. الشركات الكبرى قد يكون حجم إيراداتها مثلاً 100 مليون، وحينما تتعرض لأزمة تنخفض إيراداتها من 100 مليون إلى 60 مليون أو إلى 40 مليون، فحصل انخفاض في الإيرادات. إنما تخيل إن الاسم إيز نفسها هي أصلاً إيراداتها كلها على بعض مليون، فما تعرضت لأزمة هتصغر تروح فين؟ قد تتعرض فجأة للإفلاس والإغلاق. من أحد العوامل
اللي بتخلي الاسم ايز بتتأثر بدرجة أكبر بالأزمات الاقتصادية إن هم كشركة هي عندها تنوع أقل في الأنشطة. يعني صاحب السوبر ماركت هو عنده نشاط واحد بس السوبر ماركت، صاحب الصيدلية هو عنده نشاط واحد بس الصيدلية، صاحب المطعم هو عنده نشاط واحد بس المطعم. فلو النشاط الرئيسي بتاعه تأثر ما عندوش مصدر بديل في النشاط بتاعه اللي بيقدر من خلاله ان هو يوفر او يعتمد عليه في البقاء. عكس الشركات الكبيرة، الشركات الكبيرة بتلاقي مثلا مجموعة مثلا زي مجموعة أوراسكوم عندها استثمارات في القطاع الإنشاءات واستثمارات في القطاع السياحة واستثمارات في القطاع الطاقة واستثمارات في القطاع التعدين. ففي الأزمة الاقتصادية اللي حصلت أكتر قطاع تأثر عندها هو قطاع السياحة. ده طبيعي إن السياحة أكتر القطاعات اللي تأثرت بالأزمة العالمية، ولكن عندها قطاع تاني هذا القطاع شهد طفرة وشهد نمو، قطاع التعدين، قطاع استخراج الموارد الطبيعية. وعندها قطاع تاني قطاع الإنشاءات والبنية التحتية حصل فيه طفرة. إذن مجموعة أوراسكوم عندها عدة قطاعات، في قطاعات تأثرت سلبا وفي قطاعات تأثرت بالإيجاب. فأصبح صافي تأثر هذه الشركة بالأزمة العالمية متوسط، لأن في قطاعات حصل فيها نمو بالسلب وفي قطاعات حصل فيها نمو بالإيجاب. فاللي بالسلب تأثيره قل عشان اللي بالإيجاب قلل من تأثيره. طيب بنجي نبص للإس إم إيز، لا الوضع مش كده. هو أنا لو أنا النهاردة كنت فاتح إس إم إيز صغير شركة سياحة دينية بعمل مثلا العمرة والحج والحاجات ديت، وبظهور كوفيد 19 وتنظيم إجراءات العمرة والحج و و و و و أنا خلاص ما بقتش بطلع عمرة، ما عنديش نشاط تاني، فحضر ان انا اقفل. لو انا كنت شركة بقدم رحلات سياحة داخلية والكوفيد 19 اثرت على العملاء بتوعي هقفل. لو انا كنت شركة بعمل خدمات تجميل والازمة الاقتصادية خلت الناس بتصرف مصروفات اقل على التجميل هضطر ان انا اقفل. اذن التنوع اللي موجود في الشركات الكبرى غير موجود في الاس ام ايز، فده بيخليها تتأثر بدرجة أكبر للأزمات الاقتصادية. من أحد برضو الأسباب اللي بتخلي تمام يا أستاذ حنان، فعلا شركات العمرة والحج هي من أكتر الشركات التي شهدت تأثر بالأزمة العالمية. طيب لو أنا النهاردة عندي الاس ام ايز هيكلها ايه التمويل؟ هو بكل بساطة المشروع بيتكلف مليون ريال ولا مليون جنيه. معلش يا أستاذة حنان ربنا هيسر وترجع تاني ان شاء الله، ما تقلقيش الحمد لله. لسه هو التعليمات العمرة والحج حصل فيها تعديل، فان شاء الله بإذن الله الأمور ترجع كويس بإذن الله يا فندم. فلو أنا عندي اس ام ايز وهذا الاس ام ايز المشروع كله بيتكلف مليون دولار أو مليون ريال أو مليون جنيه، فأنا كل التركيبة بتاعته بتاعت راس ماله عبارة عن 600 ألف فلوسي و 400 ألف قرض كنت أنا واخدهم من البنك. مع حدوث الأزمة أنا ما بقاش عندي مقدرة إن أنا أزود راس مالي، وما رحت للبنك عشان أخد تمويل جديد قال لي والله أصلا إحنا في أزمة، أنا حمنحك ازاي؟ فانا كصاحب اس ام ايز ما عنديش غير مصدرين تمويل، فلوسي الكابيتال بتاعي واللون اللي انا كنت واخده من البنك. انا عشان ازود الكابيتال معيش فلوس لان الشركة اتأثرت وما بتحققش ارباح، وعشان ازود تمويل البنك عشان اروح للبنك في الازمة واقول له منحني تاني هيقول لي والله احنا في ازمة وانت نشاطك متأثر مش هقدر امنحك تاني. فمصادر تمويل المشروعات قليلة محدودة. طب الشركات؟ لا، عنده أكتر من مصدر تمويل. عنده إن هو التمويل بتاعه
وتمويل البنك، وان هو يطرح اسهم في البورصه، وان هو يعمل سندات، وان هو ياخد قرض دولي، وان هو يدخل شركاء جدد. إذن الشركات الكبرى في حدوث الازمات تستطيع توفير اكثر من مصدر تمويل، ولكن المشروعات الصغيره والمتوسطه ما عندهاش الاوبشن ده، ما عندهاش الفكره دي. طيب، من احد العناصر ايضا اللي بتاثر على بتخلي الاسم ايز بتتاثر بدرجه اكبر بالازمات العالميه، ان هي اصلا ما عندهاش كريديت ريتنج، ما عندهاش تقييم جداره ائتمانيه. الشركات الكبرى بيتعمل لها كريديت ريتنج، بيتقال عليها والله ده A بلس، ده C بلس، ده تريبل A، زي الكريديت ريتنج اللي بيتعمل للبنوك، وزي الكريديت ريتنج اللي بيتعمل للدول. فبالتالي اما بيروح لأي بنك، هذا البنك بيبص على الكريديت ريتنج بتاع الشركة الكبرى دي، وبناء عليه لو لقى لو ريسك بيمنحه، لو لقى ريسك ما بيمنحوش. طب الاسم إيز فيها هذا الموضوع؟ لا، ما عندهاش كريديت ريتنج، فده بيصعب على مؤسسات التمويل ان هي تاخد قرار بان هي تمنح. أستاذ موسى بيقول أن البنوك رفعت الفايدة، دي حقيقة، ده نتيجة للتأثر الشديد بالأزمة الروسية الأوكرانية، واللي عملت نوع من أنواع التضخم، وبالتالي لجأت هذه البنوك إلى رفع سعر الفايدة عشان تمتص مستويات التضخم المرتفعة. وأكبر مثل إحنا لسه عندنا في مصر من 4 أيام رفعنا سعر الفايدة 1%، وعشان نحاول نسيطر على التضخم. أستاذ موسى بيقول والله في شركات كان عندها استراتيجيك ثينكينج، بتفكر بشكل قوي، وقالت لك بدل ما أنا كشركة الريسك ريتنج بتاعي قليل فمش عارف أخد تمويل، والشركة اللي جنبي الريسك ريتنج بتاعها قليل فمش عارف أخد تمويل، احنا نتضامن مع بعض ونضمن بعض عشان نعلي الريسك ريتنج بتاعنا. ودي فكرة مميزة جدا، ان احنا بنروح قدام البنك بقول له انا شركة اكس بضمن شركة واي، يعني لو شركة واي عندها مشاكل في دفع التزاماتها انا ممكن ادفع عنها، وشركة واي بتضمن شركة اكس، يعني لو شركة اكس عندها مشاكل في الالتزامات شركة واي تدفع عنها. ودي كانت فكرة ذكية جدا، اشكرك يا استاذ موسى. وطبعا الذهب طبعا بيغلى، لان المستهلكين او المدخرين اما بيحصل عندهم تخوف من المستقبل، ويكونوا مش عارفين المستقبل في ايه، وهل هيحصل مزيد من التضخم ومن تغير سعر الصرف، طبيعي ان المدخر ده بيلجأ الى الادخار في الذهب وشراء الذهب كوسيلة امنة لحفظ المدخرات بشكل امن. إذن إحنا شفنا مع بعض هنا لماذا الاسم إيز تتأثر بشكل أكبر من الشركات في الأزمات العالمية. أولاً لأن هي أصلاً صغيرة فهتنكمش تروح فين، ثانياً لأن ما عندهاش تنوع اقتصادي فبمجرد ما النشاط الرئيسي بتاعها بيتأثر هي نفسها بتتأثر، ثالثاً لأن هيكلها التمويلي محدود، يا إما بيجيب فلوس من عنده يا إما فلوس من البنك عكس الشركات لديها أكتر من مصدر تمويل، رابعا إن هي أصلا ما عندهاش كريديت ريتنج تقدر تعتمد عليه وتقدر البنوك تدرس من خلاله. طيب، إحنا شفنا مع بعض ما هو تعريف الاسم إيز، وشفنا مع بعض ما هي أهمية الاسم إيز، وشفنا مع بعض أيضا لماذا تتأثر الاسم إيز في الأزمات المالية والاقتصادية بشكل أكبر من الشركات. هل سنقف عند هذا الحال؟ هل هنقول والله الاسم إيز بتتأثر أكتر مش هنقدر ننقذها؟ لا، هناك بعض الريكومنديشن وبعض التوصيات المصدرة بشأن كيفية تعامل الدولة مع الاسم إيز في الأزمات الاقتصادية عشان تقلل من تأثير الأزمة الاقتصادية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال عدة أوراق بحثية منشورة في عدة جهات دولية
زي صندوق النقد الدولي وزي بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإسكان الأوروبي، ابتدينا أن احنا نطلع بعدة توصيات متعلقة بكيفية تعامل الدولة مع الاسميز في ظل وجود أزمات مالية أو أزمات اقتصادية تتمثل في الآتي. أولاً الدولة بتخلق نوع من أنواع البانكينج كومبيتيشن، إن هي بتعمل بتخلق نوع من أنواع المنافسة البنكية على تقديم دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال البنك المركزي المصري نزل تعليمات إن يجب إن كل محافظ البنوك إن الاسم إيز تشكل 25% من إجمالي محفظة البنك الائتمانية. يعني لو أنا بنك عندي محفظة قروض بمليار جنيه، يجب أن تشكل الاسم إيز من هذه المحفظة ربع هذه المحفظة. فده كان إجراء عمله البنك المركزي عشان يشجع البنوك إن هي تمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طيب ممكن نعمل إيه تاني عشان نشجع البنوك إن هي تمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ إن إحنا أولاً بأول بنقوم بعملية نشر للبيانات الخاصة بالسبلاي والديماند بتاع الفاينانس بتاع الاسم إيز. يعني ننزل نشرة شهرية نقول والله في هذا الشهر أكبر 10 بنوك منحت اسم إيز بنك كذا وكذا 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 وكذا، أكبر 10 بنوك درست حالات اسم إيز بنك كذا وكذا 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 وكذا، والله في هذا الشهر في 10,000 شركة اسم إيز تقدمت بطلب للحصول على تمويل، منهم 9,500 اتوافق عليه وخد الفاينانس بتاعه، وفي 500 اترفضوا، وال500 اللي اترفضوا دول كانوا في بنوك كذا وكذا وكذا وكذا. فكرة ان انا انشر اولا باول السبلاي اند الديماند بتاع الاس ام ايز فاينانس بيخلي دايما السوق افشنت، بيخليه دايما عنده حالة من التنافسية، لان كل بنك هيبقى عارف ان هو في التقرير الشهري هينزل اسمه سواء أعلى بنك منح اسم إيز أو سواء أكتر بنك رفض تمويل الاسم إيز. فده بيخلي كل بنك يتعامل بحرص شديد جدا 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 على التعامل مع الطلبات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من أحد الإجراءات اللي ممكن الحكومة تاخدها عشان تقلل من تأثير أزمة الأزمة الاقتصادية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن هي بتعمل نوع من أنواع الإفصاح عن محافظ البنوك. فأقول في التقرير الشهري والله محفظة البنك سامبا مكونة من 10 مليار دولار، في منهم 7 مليار دولار للشركات الكبرى، وفي منهم 2 مليار دولار للإسم إيز، وفي منهم مليار دولار للريتيل. وارجع تاني اقول والله البنك الاهلي المصري محفظته من القروض عبارة عن تريليون جنيه مقسمة الى 700 مليون شركات كبرى، ومقسمة الى 100 مليون اسم ايز، ومقسمة الى 200 مليون ريتيل. اذن افصاحي عن محافظ البنوك بشكل شهري هي مكونة قد إيه كوربريت وقد إيه ريتيل وقد إيه اسم إيز، ده بيخلق حالة من التنافسية للبنوك، لأن كل بنك عارف أنه هينزل تقرير المحفظة بتاعه للجمهور وللرأي العام بيقول هو محفظته من القروض قد إيه للشركات وقد إيه للإسم إيز وقد إيه للريتيل وقد إيه للأفراد. فديت بتعتبر أداة مهمة جدا 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 بتستخدمها الدولة عشان تقدر تزود الفاينانس اللي رايح للإسم إيز، وبالتالي تقلل من تأثير الأزمة الاقتصادية عليه. من أحد برضو الأدوات
المهمة جدا ومن أحد التوصيات المهمة جدا جدا جدا، إن كل مدير فرع من فروع البنك يحسن من فكرة إن هو يعمل face to face interview مع الـ SMEs، لأن ممكن الـ SMEs يقدم طلب القرض بتاعه على النت ويتدرس على النت ويتاخد عليه موافقة على النت من غير ما مدير الفرع ده يشوف صاحب الشركة أو صاحب المنشأة. في وجود أزمات يفضل أن أنت تكلم صاحب المشروع أو الشركة وتقعد معاه وتشوف إيه مشاكله. طب أنت عندك مشاكل في التشغيل، طب أنت عندك مشاكل في المصروفات الشهرية، طب أنت عندك مشاكل في خط الإنتاج، طب أنت عندك مشاكل في شراء المخزون، لأن كل مشكلة أنت بتفهمها من صاحب الـ SMEs بيبقى ليها طريقة مختلفة في العلاج. بمعنى إن أنا النهاردة لو قعدت مع صاحب الـ SMEs وقال لي أنا عندي مشكلة في المصروفات الإدارية والعمومية ارتفعت عندي بشكل ملحوظ، بكل بساطة هزوده الليمت بتاعه بتاع الأوفر درافت عشان يقدر يدفع المصروفات الإدارية والعمومية. قعدت مع عميل تاني قال لي أنا المشكلة إن خط الإنتاج بتاعي تهالك ومحتاج إن أنا أجيب خط إنتاج جديد، بكل بساطة حديله قرض استثماري على 5 سنين. هذا القرض الاستثماري بيستخدمه لشراء الآلات والمعدات. لو قعدت مع عميل ثالث وقال لي أنا عندي مشكلة إن أنا كنت ببيع في السوق المحلي ودلوقتي أنا محتاج إن أنا أصدر، بكل بساطة هفتح له حد اعتمادات مستندية عشان يقدر يصدر من خلاله. إذن لو قعدت مع كل عميل فيس تو فيس هقدر افهم طبيعه مشكلته وهقدر اعرف احل المشكله دي ازاي. من ال 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 دي من احد التوصيات المهمه جدا 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 اللي احنا بنستخدمها مع الاس ام ايز في ظل وجود ازمه عالميه تؤثر على الاس ام ايز. من احد التوصيات المهمه ايضا اللي احنا بيتم التوصية بيها لمساعدة الـ SMEs والحفاظ على الـ SMEs بمعدلات نمو مرتفعة، هي ان بدل ما البنك يسلف الـ SMEs قرض، لا ده ممكن اخش معاه شريك، بدل ما سلفه قرض ويبقى عليه اقساط ويسبب له مشكلة وما يعرفش يدفع هذه الاقساط، لا انا ممكن اضخ في المشروع عن طريق ان انا أخش معاه مساهم، أخش معاه شريك. والله لو دخلت معاه شريك فأنا مش عايز منه قصاد، مش عايز منه فوائد. لو إحنا شركة مع بعض في المشروع، إذا كسبنا حققنا أرباح هنوزع الربح، وإذا خسرنا فهنتحمل مع بعض الخسارة. فده من أحد الأدوات المهمة اللي بتساعد الـ SMEs في إن هي تحافظ على معدلات النمو بتاعتها. بنقول للبنوك بدل ما تسلف الـ SMEs خش معاه شريك. من أحد أيضا التوصيات المهمة اللي اتقالت أو اللي بنطبقها في المشروعات الصغيرة المتوسطة في وجود أزمة، إن إحنا نحدث أول بأول الـ Scoring System بتاعنا، عشان ما ينفعش إن أنا عندي أزمة مالية أثرت على قطاع السياحة وأفضل عامل سكورينج سيستم للسياحة بالداتا القديمة. لأ أنا لازم أحدث السكورينج سيستم بتاعي عشان السكورينج سيستم ده يعكس الأزمة المالية اللي بيشهدها قطاع السياحة، فبالتالي ما يقللش الريسك ريتنج بتاع شركات السياحة. عندنا مثال طبقناه في الاقتصاد المصري، إن بمجرد دخول شركات السياحة في أزمة عالمية وتأثرها بالأزمة العالمية وشهدت مجموعة كبيرة من الفنادق مجموعة من المشاكل المالية، اتعمل لهم سكورينج سيستم خاص بشركات السياحة بس، اتعمل لهم مبادرة خاصة بشركات السياحة بس بسعر فايدة قليلة، عشان احنا عارفين ان قطاع السياحة من اكتر القطاعات اللي شهدت تأثر وشهدت تضرر من الأزمة المالية. فدي من أحد التوصيات المهمة جدا 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 إن إحنا بنطبقها في المشروعات الصغيرة المتوسطة لما يكون عندنا أزمة مالية. من أحد
الأدوات الفعالة جدا جدا إن إحنا بنشغل المايكرو فاينانس نيد، اللي هم مين المايكرو فاينانس ده؟ كل المشروعات اللي فيها 10 أفراد فأقل، زي ما قلت الرجل الصغير بتاع السوبر ماركت، الرجل الصغير بتاع المغسلة، الرجل الصغير بتاع الكوافير، كل دول بيتقال عليهم مايكرو فاينانس. ممكن إن إحنا نعمل منتج ائتماني خاص بالمايكرو فاينانس، زي ما بيقولوا كده تيكت، قدم على طلب خد 200,000، قدم على طلب خد 200,000، قدم على طلب خد 200,000. عندنا هنا فيدباك من أستاذ عايش بيقول: هل في نسبة تقريبية لاعتماد الشركات الكبيرة على الاسم إيز في تقديم بعض الخدمات؟ أشكرك يا فندم على السؤال ده. من أحد التوصيات أو الحلول اللي بتقدمها الحكومة لدعم الاسم إيز إن هي بتدي تعليمات إن أنت ما تيجي تشتري مستلزماتك الحكومية تدي أولوية للاسم إيز. لا، عنده المنتج ده اشتري منه، ما عندوش اشتري من الكوربريت، من الشركات. فطبعا أشكرك يا أستاذ عايش على الإيضاح ده، لأن فعلا ده أداة من الأدوات اللي بتستخدمها الحكومة في دعم الاسم إيز. أستاذ موسى بيقول: عندنا بمكة أغلقت الفنادق وتضرر الموظفين وتدخلت الدولة بالإعفاء من الضرائب لشركات الفندقة، وتحلكت الدولة وتحملت الدولة نسبة من رواتب الموظفين. شكرا يا أستاذ موسى، أهو ده نموذج تاني. هنا أنتوا عندكم أو الحكومة السعودية شافت أن أنا عشان أدعم الشركات العاملة بالفندقة أنا هتحمل نسبة من مصروفات العاملين. احنا عندنا في مصر عملنا فكرة تانية: لا، انا هقدم لك كفنادق تمويل بسعر فايدة منخفض خاص بيك انت بس. اذا كل دولة بتشوف هي هتقف جنب الاسم ايز بتاعها ازاي. هل هقف جنبه بان انا اتحمل جزء من المصروفات بتاعته، ولا هقف جنبه بان انا اديله تمويل سعر الفايدة بتاعه منخفض. اذا دعم كل دولة لمشاكل الاس ام ايز بيختلف من دولة للتانية. من احد ايضا الريكومنديشن ومن احد ايضا الحلول اللي يتم استخدامها مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي تحسين وسائل التحليلات وجمع البيانات والمعلومات عن الاس ام ايز، لان كل ما بقدر أجمع بيانات ومعلومات أكتر عن الاسم إيز كل ما بقدر أختار نوع العلاج المناسب ليهم. لو أنا حللت واكتشفت أن قطاع السياحة أكتر القطاعات تأثرا، هأتوجه أن أنا أتحمل معاه نسبة من الرواتب زي ما حضرتك قلت، أو في السعودية، أو لو أنا في مصر هقدم له تمويل منخفض التكلفة. إذن جمع البيانات وتحديثها أولا بأول عن الاسم ايز بيخليني قادر على تشخيص مشاكل الاسم ايز بشكل فعال. من احد ايضا الادوات المهمه اللي بيتم استخدامها في تقليل تاثر الاسم ايز بالازمات الماليه او العالميه هو ان انا بعمل عمليه اورينتيشن وتريننج لأصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة في المانجيريال سكيلز. يعني بديهم فري سيشن، بديهم فري تريننج، الغرض منه إن أنا أحسن من قدراته الإدارية والمهارية والفنية في التعامل مع الأزمات وفي التعامل مع المشاكل اللي بتواجهه. وده بيبقى نوع من أنواع إن أنت بتعلي الأورينتيشن بتاعه، بتعلي الإكسبرينس بتاعته. عندنا في مصر نموذج اللي هو مبادرة رواد النيل، أطلقتها جامعة النيل عشان تقف جنب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتمد بشكل رئيسي على أن أنا أخد الشباب الصغيرين وأديهم أورينتيشن على فكرة المشروع وإزاي يمول مشروع وإزاي يكبر وإزاي يقف جنب المشروع بتاعه، وبديله تمويل، وبعد كده بديله كورس إزاي يطلع الورق وإزاي يطلع البطاقة الضريبية وإزاي يطلع السجل التجاري. فبالتالي أنا عملت له تريننج إزاي يحول الفكرة بتاعته المشروع،
وعملت له تريننج ازاي يحول المشروع وياخد عليه تمويل، وعملت له تريننج ازاي يدير المشروع ده بشكل ناجح. فده من احد الادوات ايضا اللي بيتم استخدامها في دعم الاسم ايز. من احد ايضا الادوات اللي بيتم تنفيذها والافكار اللي بيتم تنفيذها ان انا بتاكد من السياسات التمويليه اللي انا بطبقها الاس ام ايز قادره تستفيد بيها، وان التعليمات اللي انا بنزلها الاس ام ايز قادره تستفيد بيها. اطلقنا في ده مثال مشهور جدا في الاقتصاد المصري، وكان متعلق بمبادره البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، وكانت هذه المبادره اساسها ان انا بقدم تمويل سعر الفائده بتاعه 5%، وبيساعد المشروعات الصغيره والمتوسطه على الحصول على تمويل منخفض الفائده. استاذ موسى هنا بيقول ان احنا عندنا كمان دمج للبنوك، بنك الرياض وبنك سامبا. طبعا كل ما بتعمل عمليه دمج للبنوك كل ما بتخلي البنوك دي كمؤسسه ماليه اقوى واكثر صلابه في مواجهه الازمات الماليه. بنك الرياض لوحده ممكن يتاثر بالازمه، بنك سامبا لوحده ممكن يتاثر بالازمه، ولكن لو دمجت البنكين مع بعض هيكونوا اكثر قوه وصلابه في التعامل مع الازمات الماليه. استاذ موسى ايضا فاشكرك يا فندم على المثال ده. بيقول ايضا ان انا عندي عندكو او عندنا برنامج رواد الاعمال، الدوله تعطيك تمويل بدون فوائد. انتوا بقى عندكو كده البرنامج ده احلى من عندنا. لا احنا عندنا بندي بفايده 5% بس، انت عندكم بتدوا من غير فايده، فانتوا كده البرنامج بتاعكم يعني احلى من البرنامج بتاعنا، فانتوا محظوظين بقى. مش مهم يعني، انا قصدي ايه، ان قد تاني تختلف وسيله دعم الدوله للمشروعات الصغيره والمتوسطه، سواء بفايده منخفضه او بدون فايده، سواء بان انا اتحمل معاه المرتبات او ان انا اعفي من الضرائب. عندي وسائل كتيره جدا ممكن استخدمها عشان ادعم المشروعات الصغيره والمتوسطه بتاعتي، ولكن المهم ان انا تبقى الاداه دي فعاله. يعني اما استخدمها قبل الازمه اقيس بعد ما استخدمتها الاقيها ساعدت المشروعات الصغيره والمتوسطه فعلا، ألاقيها فعلا بدل ما كان بيفتح عندي في السنة 1000 مشروع جديد بقى بيفتح عندي 3000 مشروع جديد. إذا عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة زاد سنويا معناها إن الحلول اللي أنا بستخدمها كدولة حلول ناجحة وحلول صحيحة وحلول فعالة وحلول تأتي بنتيجة أولا بأول. بكده احنا نكون غطينا مع بعض محاور الندوة بتاعتنا النهاردة في تأثير الأزمة المالية العالمية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أستاذ عايش بيقول والله دمج سامبا مع الأهلي لتكوين كيان مالي كبير لإفراد المشروعات الكبيرة وليس لأثر الأزمة. هو مش نتيجة لأثر الأزمة، هو طالما دمجت بنكين مع بعض متفق مع حضرتك ان هو بيقدر يمول مشروعات اكبر وكيانات اكبر، وبرضو باكد ان هو بيقدر يتعامل مع الازمه بشكل افضل. في فرق ان يكون الدمج نتيجه للازمه، وفي فرق ان الدمج هينتج عنه ان هم يتعاملوا مع الازمه بشكل افضل. فأنا متفق مع حضرتك إن الدمج هنا عشان نقرض مشروعات أكبر، ومتفق مع حضرتك إن هو مش نتيجة للأزمة، ولكن بضيف إن هو هيخليهم يتعاملوا مع الأزمة بشكل أفضل. أستاذ عبد الله هنا كمان بيقول إن إحنا بنتخلص من المصروفات الغير أساسية وتقليص عدد العمالة والتحول الرقمي. طبعا لأن الإدارة اللي بتقوم بمهام في البنك ده وإدارة بتقوم بالمهام في البنك ده هي هتبقى إدارة واحدة بتقوم بذات المهام. والكوفيد 19 ورانا مثال صريح للتحول الرقمي، وإزاي إن كل الوظائف اللي موجودة في البنك ممكن تتعمل work from home، أو أغلب هذه الوظائف work from home، وممكن الإدارة اللي بيقوم بيها 20 فرد ممكن ببرامج متطورة
وفاين تيك حديث وفاينانشال انكلوجن متطور يقدر يقوم بمهام بتسع افراد ويبقى اتنين بس يقوم بالمهام الاساسيه. اشكرك يا استاذ عايش واشكر مشاركه حضرتك. النهارده احنا اتكلمنا مع بعض في موضوع رئيسي جدا، وكان هذا الموضوع هو تأثير الأزمة المالية العالمية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تناولنا مع بعض ما هي الأزمة المالية، وعرفنا مع بعض أن هي ابتدت بالكوفيد 19 وأضيف إليها الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وفرقنا ما بين تأثير أزمة الكوفيد 19 وتأثير أزمة الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية. ثم بعد ذلك استعرضنا مع بعض تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشفنا إن هو ليه تعريف في الاتحاد الأوروبي، وأكدنا على إن التعريف بيختلف من دولة للتانية ومن اقتصاد للتاني وفقا وحجم الاقتصاد وطبيعة هذا الاقتصاد. ثم انتقلنا مع بعض إلى نقطة مهمة جدا، وهي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى مشاركتها في الناتج القومي ومعدلات التوظيف ومحاربة الفقر وتقليل معدلات البطالة. ثم بعد ذلك استعرضنا مع بعض نقطة مهمة جدا، لماذا تتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من الشركات الكبرى بالأزمات، وكان في هذه النقطة أسباب مهمة جدا إن هي أصلا صغيرة فقدرتها على الانكماش بتبقى محدودة، وإن هي بتعتمد على مشروع معين ونشاط معين، وإن هي لا يوجد لديها بدائل تمويلية عديدة، وإن هي لا يوجد لديها ريسك ريتينج. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى دور الدولة في القيام بعدة توجهات أو أفكار أو سياسات من شأنها إن هي تقلل تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأزمة المالية العالمية، واستعرضنا مع بعض عدة أفكار تمثلت في نشر البيانات المالية، خلق كومبيتيشن ما بين البنوك، تقديم دعم خاص لأنشطة بعينها، الوضع تعليمات لأن يكون كل بنك ليه جزء من المحفظة بتاعته، هذا الجزء هو جزء لا يقل عن نسبة معينة من إجمالي محفظته يكون موجه للSMEs. وشفنا مع بعض بمشاركة حضراتكم إزاي كل دولة بتدعم قطاع معين، هذا القطاع شهد مشكلة بعينها. شفنا مع بعض قطاع السياحة في السعودية بيتم دعمه عن طريق تحمل نسبة من المرتبات، إعفاء من الضرائب. في مصر بيتم دعمه عن طريق إن أنا بقدم تمويل منخفض التكلفة ب5%. شفنا مع بعض إن حالات دمج البنوك هي بتؤدي إلى خلق كيان مالي أكبر وأقوى، قادر على إعطاء تمويلات أكبر ولمشروعات أكبر، وقادر على التعامل مع الأزمات المالية بشكل أفضل والتأثر بها بشكل أقل. ثم رأينا أيضا أن الدمج بيؤدي إلى تقليل إهدار الموارد البشرية والاستفادة بالعمالة بشكل أفضل، وتقليل مصروفات التشغيل اللي بيتحملها البنك. وبكده نبقى احنا غطينا موضوع ندوة النهاردة، أتمنى أن احنا نكون غطيناه مع حضراتكم بشكل فعال وبشكل مناسب لحضراتكم، وغطينا الأجندة بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها مع بعض. ولو في أي سؤال أو أي استفسار أو أي فيدباك أتمنى أن احنا نسمعه أو نشوفه هنا في المناقشة. اسمحني دكتور تشكرك على وقتك معنا وعلى جهدك المميز، والحقيقة كانت المحاضرة جدا جدا قيمة، والله يخلص كل الأزمات إن شاء الله على خير، وأنا بانتظار الطلاب إن شاء الله إذا حد عنده سؤال. شباب أشكرك يا دكتور، أشكرك يا فندم. شكرا يا أستاذ حسين، شكرا يا أستاذ عايش، أنا اللي تشرفت بكم بمشاركتكم الفعالة. شكرا يا أستاذ حنان، شكرا يا أستاذ موسى.
شكرا يا أستاذ طيف. شكرا يا أستاذ هدى. شكرا يا أستاذ زكريا. شكرا يا أستاذ مالك. شكرا دكتور. شكرا، الله يعطيك ألف عافية يا رب. أشكركم يا فندم. أشكركم أشكركم وأشكركم وألقاكم على خير إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.